مرحبا بكم مشاهدينا، هذا أحمد يوسف يحييكم وحلقة جديدة من ملفات. يعتبر مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين من أبرز مشروعات الدولة التنموية، كما تعمل الدولة على وضع رؤية متكاملة لعملية الإنشاء والتسويق للنزل البيئي بسانت كاترين بهدف الترويج لها كمقصد للسياحة العالمية من كل حدب وصوب. لذا أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال تفقده المراحل النهائية لمشروعات تطوير الموقع الخاص بالتجلي الأعظم أنه سيكون هدية من مصر للعالم كله بكافة الأديان السماوية الثلاثة. وحول هذا الموضوع تدور هذه الحلقة من ملفات، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذ فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين. مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني اسمح لنا قبل أن نبدأ هذا التجلي في حلقة التجلي أن نذهب إلى هذا التقرير ونعود سريعا. سانت كاترين هي واحدة من أبرز الأماكن السياحية وأحد أهم مزارات السياحة الدينية في مصر، التي تمتلك مجموعة من المعالم السياحية الدينية ومنها دير سانت كاترين وجبل التجلي الأعظم والذي له قدسيته وروحانيته الكبيرة، حيث تجلى فيه الله للنبي موسى عليه السلام. وتتأهب مدينة سانت كاترين الواقعة في جنوب محافظة جنوب سيناء لتتحول إلى وجهة سياحية عالمية بعد أن أوشكت الحكومة على الانتهاء من المراحل الأخيرة للمشروعات الخاصة بتطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، لا سيما وأن هذه المنطقة مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لما تحويه من معالم دينية وتاريخية وبيئية قل نظيرها. ويشتمل المشروع على أعمال التطوير والتوسعات بمطار سانت كاترين الدولي الذي يحتوي على منطقة إدارية وخدمية ومنطقة مبنى الركاب والمنطقة الفنية. ويستهدف المشروع تطوير موقع التجلي الأعظم وإنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس لتكون مقصدا للسياحة الروحية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري والتراثي للطبيعة البكر. كما يتضمن المشروع إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمية لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية. مدينة سانت كاترين منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، ويمثل مشروع التطوير وضعها بمكانتها اللائقة من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية للمدينة ذات الطابع الأثري والروحي والديني والبيئي. من جديد عودة إلى ملفات. اخلع عليك فإنك بالوادي المقدس طوى. إذن ثمت حالة خاصة للتجلي الأعظم في هذه المنطقة لكل الديانات، وهذا ما يميز سيناء أنها نقطة جذب لكل الإنسانيين، لكل الديانات، لكل حالة الخصوصية والطاقة والجذب والخاص بهذا الموضوع. اسمحوا لي أن أجدد التحية لضيفي العزيز الأستاذ فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين. مرحبا بك أستاذ فارس. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك يعني زرت وبالتأكيد عدة مرات موقع التجلي الأعظم. لمن لم يزر سيناء في هذا الجبل التجلي الأعظم، هو قريب جدا من سانت كاترين، أوصف لنا هذا المشهد ليراه المشاهدين. طبعا احنا لو اتكلمنا على جبل التجلي، ربنا سبحانه وتعالى لما تجلى وكان سيدنا موسى عليه السلام أراد أن يكلم الله، وذكرت هذه الآية في فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة،
النهارده العالم كله لما بيذهب لمدينه سانت كاترين، هذه المدينه الروحانيه التراثيه اللي بتجمع بين الديانات الثلاثه. هذه المدينه تعتبر من اجمل بقاع العالم لانها تجلى عليها رب العزه سبحانه وتعالى. وهناك كمان جنب هذا الجبل كوخ يسمى كوخ سيدنا هارون. هذا الكوخ او المكان اللي سيدنا موسى تقابل فيه مع سيدنا هارون ونزلت الوصايا العشر لبني إسرائيل. وكمان النهاردة العالم كله عارف قيمة هذه الحقيقة وهذه المكان التراثي الأثري العالمي وعلى مدار العصور القديمة والحديثة. طيب سر التسمية بقى وسر العلاقة التاريخية، ناخد القصة التاريخانية إلى الوصول إلى الآن. طبعا احنا لو بصينا لسيناء، هي سيناء بترمز إلى إله السين، وده يعتبر إله القمر، وهذا ده كان عند القدماء المصريين. وكمان الجبل له أسماء أربعة، هو جبل الطور وجبل سيناء وجبل موسى وجبل حور حيب. هذا الجبل هو بيعد من التوهج وشدة الحرارة، لأن هذه المنطقة تعتبر منطقة مشعة بالحرارة كبيرة جدا. فالتسمية بترجع إلى العصور القدماء المصريين، وكمان وصولا إلى جبل موسى بالارتقاء والتجلي لرب العزة. ازاي الدنيا حر وفي عز الصيف في اغسطس اللي يصعد للجبل يلاقي الدنيا فوق تلج بارده جدا على جبل موسى؟ ده بالفعل كمان ده هناك عند حضرتك كمان في هذه المنطقه شجره العليق، وهذه الشجره اللي طول العام كل دايما بتثمر من اشجار ولكن لا تنبت في مكان اخر، وتم ابحاث كثيره جدا على ان اخذ شتلات منها لزراعتها في اماكن تانية ولكن لم يحدث اي نمو. ما الفائده من شجره العليق؟ شجره العليق دي حضرتك اسمها العليق؟ العليق العليق بتساعد على يعني عدم الامراض من المفاصل والروماتيزم، وكمان بتساعد على معالجة مواد كتيرة جدا لجسم الإنسان. هل تم استثمارها؟ هناك منتجات سينوية خاصة بهذه الشجرة؟ في بعض، هي دخلت في بعض الصناعات لان هي مدينه سانت كاترين فيها بعض الثمار وبعض الزراعات زي الزيتون والنخيل والعسل، ولكن هذه الشجره بتساعد على علاج هذه الامراض من الروماتيزم والمفاصل والعين. طيب موقع التجلي الاعظم هو موقع تاريخي موجود في مصر منذ قرون وسنوات وياتي به السياح، لكن كانت اول زياره لرئيس وزراء مصري واهتمام خاص هو الدكتور مصطفى مدبولي. ما قراءتك لهذه الخطوه وما هي الرساله؟ طبعا احنا بنشكر القيادة السياسية والتنفيذية بالاهتمام بالقطاع السياحي، وطبعا ده يعتبر الخطة الوطنية الاستراتيجية لدعم السياحة في مصر. طبعا دي مش أول زيارة، ده المشروع بدأ في 22/1 في 2022 بحجم تطوير هذه المنطقة بـ4 مليار جنيه. النهاردة القيادة السياسية ترى أنها وتسعى تحويل مدينة سانت كاترين لمدينة سياحية عالمية تراثية لأنها تجمع بين الأديان الثلاثة، والزيارة كان ليها تطوير كبير جدا. فده تم في من خلال القيادة السياسية على أعلى مستوى لجعلها على الخريطة السياحية العالمية. طيب يعني يعتبر موقع التجلي الأعظم طبقا لما جاء في كلمة رئيس الوزراء هناك على الهواء مباشرة مع وكالات الأنباء العالمية والقنوات العالمية، أنه هدية مصر للعالم كله بكافة الأديان الثلاثة. ما الجديد في هذا التصريح؟ طبعا دي رسالة بيرسلها السيد معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للعالم كله، أن هذا التصريح، أن هذا المجمع السلام أو هذه المدينة التي تجمع مدينة ومختلف الأديان الثلاثة على أرض سيناء
دي رسالة لدعوة لكل الأطياف وكل بلاد العالم، وكل العالم كله ينتظر ترقب افتتاح هذا المشروع من خلال هذه الرسالة ومن خلال التطورات الكبيرة جدا اللي عملتها الدولة زي النزول البيئي وكمان مركز الزوار، وإزاي هناك اهتمام كبير جدا بالمطار سانت كاترين وبالبنية التحتية والترفيهية والسياحية من خلال هذه الزيارة. نعم صديقي، يعني هناك ما يسمى بالدبلوماسية الروحية في العالم الآن، والعلاقات الروحية التي تدمج ما بين الأديان وترفع من الحالة الشعورية والنورانية والتقية للإنسان. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا ويتابع جدا هذا المشروع الإنساني يعني الشعبوي للعالم كله، وأيضا القيمة الروحية والدبلوماسية الروحية الفريدة في هذه المنطقة. هل تحدثنا عن هذه النقطة؟ بالفعل بالتأكيد أن النهاردة هذه البقعة عاش عليها سيدنا موسى عليه السلام، وكمان رحلة ومسار العائلة المقدسة، وكمان دخول أهل البيت من خلال سيناء. فهناك توليفة كبيرة جدا وأهمية هذه البقعة التاريخية السياحية التراثية لاهتمام العالم كله الروحاني. أنا حضرتك النهاردة لما أي حد بيزور هذه البقعة بيحس بالهدوء النفسي وبيحس يحس بالاطمئنان والاطمئنينة من خلال هذه الأماكن التراثية اللي تجلى عليها ربنا سبحانه وتعالى، ومن خلال رسالة للعالم كله. دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا ينوه عن ترقب هذا المشروع العالمي اللي بلغت تكلفته 4 مليار جنيه، وهناك مشروعات كثيرة جدا في سيناء لأهمية ودور الدولة للترويج العالمي وجعل مصر على الخريطة السياحية والعالمية. نعم، يعني من الاستثمار الروحي والرقي الإنساني المصري في هذه الرؤية لسيناء إلى التنمية، ثمت مشاريع متعددة في هذه المنطقة لتنميتها. لو تذكر لنا بقى رقميا وإحصائيا وتفصيليا عن هذه المشاريع التنموية. بالفعل هناك 14 مشروع في داخل هذه المدينة. النهاردة عندنا مشروع النزول البيئي اللي بيربط بين الفندق الجبلي، هذا المكان على مساحة 39,500 متر مربع. النهاردة المكان دوت مزود بالتقنية العالية جدا للسائح الأجنبي، إن إزاي يكون في مكان يستقبله بهذه المساحة. عندنا كمان مركز الزوار ده مقام على مساحة 31,170 متر مربع. هذا المكان مزود بالأفلام والشاشات التسجيلية لوصف هذا المكان وترويجه للسائح كمان، ومن خلال كمان السعة الفندقية والسياحية هتصل بإذن الله ل1,000 غرفة فندقية وسياحية. كمان عندنا المطار بيستقبل 600 راكب. عندنا المكان في صالات خدمية وإدارية من خلال الدولة دايما بتعمل على تطوير هذا المكان العالمي وتقنيته من خلال التقنية الحديثة، وكمان الحث على استخدام الأجسام المضادة ضد السيور والأخطار الأمطار. نعم، يعني هذه المنطقة المقدسة بصراحة ذات الرهبة الخاصة والجمال الخاص والأريحية الخاصة، من سياحة روحية إلى سياحة تراثية وأيضا إلى سياحة بيئية. أيضا لو تكلمني على البعد التراثي والبيئي في هذا المكان. بالفعل طبعا احنا مدينة شرم الشيخ اقيم عليها في 2022 مؤتمر المناخ العالمي. هذا المؤتمر يعتبر، او مدينة شرم الشيخ يعتبر اول مدينة صديقة للبيئة. طبعا السياحة الخضراء، البعد البيئي، ان جعل هذه المدينة هي الغطاء النباتي من خلال اشجار الزيتون ومن خلال جو افضل لسياحة البيئة، وكمان لجعل مصر أنها مصر بيئة ومناخ طيب ومكان فعلا روحاني بيئي متكامل من خلال جعلها على الخريطة السياحية. لازلت مستمر معك، سوف أعرف أو أعرف انطباعاتك الإنسانية والحسية في زيارتك لهذه المدينة، لكن اسمح لنا نأخذ هذا الاتصال. معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الإسكندراني، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن السياحي. رمضان كريم يا أستاذ محمد.
رمضان كريم علينا وعلى كل المشاهدين وعلى حضرتك والسادة الضيوف فندم. ككاتب صحفي والكتاب السياحيين لهم اتحاد كمان في هذا المجال، هل زرت هذه البقعة المقدسة والمنطقة المقدسة؟ مش بكلم على سيناء كلها لكن على جبل التجلي. حقيقة احنا زرنا الموقع بالكامل، سانت كاترين بالكامل، هي ملتقى سياحة للسياحة الروحانية بشكل عام. حقيقي يمكن انا بتكلم على المستوى الشخصي، الوصف الجمالي والروحاني هناك وملتقى الأديان ياخدك في عالم تاني اخر. حقيقي يمكن من الحاجات الجميلة اللي احنا كنا بنشوفها اللي هو ان الدولة تبتدي تهتم وترتكز على هذا المشروع العالمي وليس المحلي في مصر فقط، لانه يخاطب كافة الشرائح السياحية على مستوى العالم كله. وانا بوصف سانت كاترين هي وجهة للسياحة الروحانية في العالم كله، لانها ملتقى حقيقي للديانات السماوية الثلاثة. والمشروع بشكل عام تخطيطه وفقا لرؤيتي هيكون أيقونة الترويج السياحي في مصر بشكل كامل حقيقي. ولكن كمان من الحاجات الجميلة اللي احنا كنا شفناها او سمعناها القدرة على التعاون ما بين عدة جهات لتسويق هذه المدينة ويكون على رأسها القطاع السياحي. النهاردة انا بتكلمش على مجموعة انشاءات موجودة فقط في سانت كاترين او مشروع التجلي الاعظم واحسن فندق احسن نزل بيئي احسن مركز، لا احنا بنتكلم على ايقونة جديدة ومنتج جديد سياحي هيضيف للقيمة السياحية وهيرتقي بالارقام السياحية في مصر وبالتالي مضاعفة العملة الصعبة في هذه البقعة الموجودة. سانت كاترين بؤرة او بوصلة اصبحت للسياحة العالمية. سانت كاترين هي المقصد العالمي الذي يرغبه في كل سائحين العالم. النهاردة كمان بنسمع مؤشرات إيجابية من التور أوبريتور ومنظمي الرحلات بالخارج إن هم هيبتدوا يتوجهوا عقب الانتهاء من هذا المشروع إن شاء الله لضخ رحلاتهم لهذا المنتج. فبالتالي حتى لو إحنا اتكلمنا عن سانت كاترين وسوقنا لها بالشكل الصحيح عشان نوصل لدرجة معينة من الأرقام، نفترض اللي هو 1,000,000 سائح المتوقع سنويا، وأنا من وجهة نظري إن ده رقم برضك ضعيف، سانت كاترين أو جنوب سيناء بشكل عام تحتاج أضعاف هذا الرقم، خصوصا ان احنا عندنا استراتيجية خاصة للوصول 30,000,000 سائح في 2028. كل هذا يعمل لدفع الحركة السياحية. نعم، ولكن النهاردة انا بتكلم طيب. كمان سؤالي عن سؤالي الأخير لك في هذا المضمار لو تكرمت، يعني سيناء هي مدينة السلام، وفيما يحدث الآن من حروب عالمية كبرى بين روسيا وأوكرانيا بين إسرائيل وغزة، ما هي الدلالة السياحية أن هذه المنطقة هي منطقة السلام لكل الأديان والحب والسياحة المستقبلية؟ إذا كنا بنتكلم على ملتقى الأديان للثلاث ديانات السماوية، فما بالك أن ما أكثر هذه المنطقة تسامح، ما أكثر هذه المنطقة تجلي، ما أكثر هذه المنطقة جمالا ورائع، يعني الجمال ما يتوصفش. فحقيقي يعني حتى من خلال برنامج حضرتك لو في مؤتمر يتعلق بالتسامح يتعلق بالإيمان والروحانيات لن تجد أكثر من منطقة سانت كاترين والتجلي الأعظم ليه بس أي رسائل روحانية أو أي رسائل خاصة بالسلام على المستوى العالم كله. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد الإسكندراني، وهذا التدلي من التجلي وسيناء أرض الفيروز أرض السلام أرض الحب أرض المستقبل وأيضا مخزن العالم المستقبلي في زراعات نادرة وفي سياحات بيئية مختلفة. الكلام لا يوفي حق سيناء، لابد من ملامسة المكان وعبقرية المكان لكل السياح الذين يتابعوننا في أي مكان. عودة لك أستاذ فارس قبل أن أخوض في مزيد من الأسئلة على نفس المضمار، أنت زرت المكان، ما هي الخصوصية وما الذي لمسته في هذا المكان؟ ادينا شوية كلمات متفردة كده. طبعا أي حد أو أي شخص بيجي يزور المكان الجميل ده الروحاني بيحس أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أطأ بقدميه على هذا الجبل، ويتحس بحاجة روحانية ده بتخش القلب، اطمئنان، سلام، محبة للعالم كله. ولذلك النهاردة أنا لما باجي أزور هذا المكان بحس أن أنا لا أحمل الغل ولا الحقد لأي أحد، رغم أن هناك تغيرات جيوسياسية أو بيئة حول المنطقة، ولكن هذه هي المنطقة ستبقى هي منطقة السلام ورمز السلام وراية السلام للعالم كله. نعم.
يعني عناية الله في هذا المكان والتجلي الأعظم هو تجلي المولى عز وجل لكل الإنسانية ولكل المحبين ولكل من يعشق هذا الوطن مصر المقدسة. من جديد عن أهمية هذا المشروع الذي يستهدف إعادة التخطيط للمنطقة بالكامل، أولا الهوية كمحمية طبيعية، وأيضا هو موضوع تراثي هام جدا يخص اليونسكو، يخص الرؤية أو الحس المصري الخاص الجديد، يحس الرقة المصرية في هذا الموضوع، وتطوير أيضا بالتأكيد الطرق الداخلية وإلى آخره. حدثنا عن هذه الرؤية. بالفعل طبعا في 2002 تم تسجيل هذه المدينة مدينة سانت كاترين في موقع التراث العالمي اليونسكو كأحد المعالم الأثرية العالمية. طبعا ده كان تم اختياره على المعيار الأول والثالث والرابع والسادس لاختيار هذه المدينة على اعتبار المعتقدات والشخصيات الهامة اللي أثرت في التاريخ من الناحية التاريخية والأثرية والحضارية. فطبعا النهاردة لما بلاقي هذه المدينة ليها معايير وليها أساليب معينة لاختيارها، فده يعتبر على الخريطة السياحية العالمية وترويجها عبر المنصات وعبر وكالات الأنباء العالمية والصحف والمجلات. ودايما احنا كسياحيين او بنعمل في هذا القطاع بنقول للعالم كله ان خريطة مدينة سانت كاترين على برامجنا، ازاي روجها للدول امريكا وازاي اروج عنها في الدول الاجنبية والعربية. وأيضا في الشأن السياحي الداخلي كمان يهمني جدا، خصوصا نحن بنتكلم على الإيكو توريزم أو السياحة البيئية، وهناك 14 مشروع للتجلي الأعظم بالمدينة، تطوير النزل البيئي القائم، إنشاء النزل البيئي الجديد، إنشاء ساحة السلام، إنشاء الفندق الجبلي، إنشاء أنا أحب أقول واحدة واحدة عشان كمان كل المشاهدين مصريين وغير مصريين يشاركونا في هذا المكان الأرتستيك الفني الجميل. إنشاء مركز الزوار الجديد، إنشاء المجمع الإداري الجديد، تطوير المنطقة السياحية وتطوير مركز البلدة التراثية وتطوير منطقة إسكان البدو وتطوير وادي الدير وإنشاء المنطقة السكنية الجديدة وإنشاء المنطقة السياحية الجديدة وشبكة الطرق والمرافق والوقاية من أقطار السيول. 14 مشروع مشروع، يعني ثمت رؤية وخطة، هيخلصوا إمتى؟ طبعا هو المشروع يعني يعتبر ب 90% منتهي، ولكن بدأ منذ عامين، من 2022 ودي خطة الوطنية الاستراتيجية للدولة، ان هم 6 محاور. طبعا احنا لما نلاقي الدولة بتسعى لتطويرها بسقف اجمالي لتطوير هذه المشروع بحجم 4 مليار جنيه، وكمان عندنا المدينة السكنية ديت يعتبر لها تطوير وليها حجم تكلفة لتطويرها، ده يبقى على الخريطة السياحية ان النهاردة ازاي اطور مدينة من خلال تقنية ومن خلال رسالة للعالم كله ان انا عندي مدينة روحانية بتجمع الاديان الثلاثة، وغير كده الاستمتاع والاستجمام وحب العالم كله من داخل هذه المدينة والاطمئنان. طبعا سانت كاترين ليست جديدة في مصر، وهي منذ الثمانينات يعني متواجدة، لكن إنشاء المنتجع السياحي الجبلي بلغت نسبة التشطيبات جاهزة 97%، يعني على السادة السواح في الداخل وفي الخارج أن يستمتعوا بهذه الرقة وهذا الحس وهذه القدسية وهذا الجمال والكرم. وأيضا هناك إنشاء النزل البيئي الجديد، ده جميل جدا، يعني أنت هتعيش داخل الجبل وهذه القدسية، فبيبقى الفندق مش بس بيئي، فيه يعني شيء لا يقدر، يعني حاجة عظيمة يعني. أيضا إنشاء ممشى درب موسى ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى، ده برضو شيء مدهش، عبر وادي الراحة وصولا لجبل التجلي. حدثني عن درب موسى. يعتبر هذا المسار رحلة سيدنا موسى من الجبل ومن وادي الراحة لقدسية هذا المكان، يعتبر المكان ده عاش فيه سيدنا موسى 40 يوم، وكمان هو وبني إسرائيل، وكمان لما بدأوا يخرجوا من ناحية الشمال فلقى في صعوبات كبيرة جدا، خرج نحو الساحل وهي المنطقة اللي
لخليج السويس، وهذه المنطقة يعتبر هي في الأصل اللي انفلق فيها البحر بسيدنا موسى. وكمان في تم اكتشاف الثمان عيون من سنتين، وفي أربع عيون تم اكتشافهم. بس في عيون موسى على الطريق موجودة في أول الشرق. دول الثمانية دول حضرتك موجودين من زمان قوي. مكتشفين من يعتبر من بدري، بس في اربعه تم اكتشافهم هيعلن عنهم باذن الله. بجانبهم ولا في منطقه اخرى؟ لا بجانبهم. بجانبهم. كمان حضرتك ده يثبت ان في العهد القديم ان هذا التجلي وخروج اليهود من خليج السويس بدليل في العهد القديم 24 مره، النهارده في كتابات سيدنا موسى 17 مره، ان كلمه جبل سيناء تكررت في هذا المقصد، ولكن العالم كله عارف قيمة هذا الجبل الروحاني المحب للعالم كله. طيب احنا مستمرين في هذه المتعة وفي هذا الاستقصاء والتقصي ايضا في هذه الحلقة، نذهب الى هذا التقرير ومن بعده نكمل الحلقة. بهدف تعظيم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بشكل عام، تتواصل الجهود المبذولة لدعم قطاع السياحة وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة في مختلف المقاصد السياحية المصرية وفي كل أنحاء الجمهورية. الدولة استهدفت تطوير القطاع السياحة خلال الفترة الماضية، ومنها السياحة الدينية بشكل عام، تمثلت في مشروع التجلي الأعظم اللي بيستهدف تطوير مدينة سانت كاترين اللي ليها طابع خاص عند كثير من ليس المصريين فقط ولكن على مستوى العالم. فالدولة استهدفت تطوير السياحة الدينية بما يعزز السياحة بشكل عام ويكون مصدر دخل للدولة المصرية. فكان تكليف من القيادة السياسية بأهمية العمل على مشروع التجلي الأعظم بما لا يخل باتفاقيات أو الطبيعة الخاصة التي تتميز بها المنطقة. إلى جانب ذلك يتشكل المشروع في العديد من التطويرات، منها عدد من الكنائس والبيئة الطبيعية للمنطقة بما لا يخل بطبيعة المنطقة بشكل عام. ومع اقتراب الانتهاء من مشروعات التجلي الأعظم، تسعى الحكومة من خلاله للترويج للمقاصد السياحية المصرية واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعيا لزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المدن المصرية. القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من التنمية المصرية. الفترة الأخيرة بيبقى فيه مشروعات كتير جدا كان فيها بالتعاون مع القطاع الخاص. لو شفنا ان الفترة الأخيرة بيبقى فيه مشروعات كتير جدا الدولة مستهدفاها بحيث ان هي تحقق كذا هدف. الأول هدف تنمية السياحة في مصر، الثاني هدف اللي هو زيادة الأيدي العاملة، تقليل البطالة وغيرها. لو شفنا في الفترة الأخيرة بيبقى فيه تطوير منشآت سياحية كتيرة جدا، تطوير أماكن أثرية، إنشاء أماكن سياحية جديدة جدا في عديد من المحافظات. وتتواصل المساعي الحكومية لدعم قطاع السياحة والذي يسهم ب 12% من الناتج المحلي المصري ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، كما تستهدف مصر الوصول بإيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار بحلول 2025. يعني أيضا هناك ثمت مشروع لتطوير منطقة وادي الدير بمحيط دير سانت كاترين، ما الجديد في أيضا بوادي الدير؟ طبعا منطقة وادي الدير ده يعتبر تخليدا لدير القديسة كاترين. كمان النهاردة لما الاقي المنطقة المحيطة فيها تطوير جدا من التقنية والساحة والمسارات اللي موجودة حول هذه المنطقة، ده له طابع كبير جدا للسائح عبر الشاشات، والنهاردة ازاي يشاهد من خلال الافلام التسجيلية ومن خلال التطوير لهذه المدينة بينعكس لطابع السائح الاجنبي دايما ان هو يجي يزور هذا المكان بحيث الترويج عنه في الفترة المقبلة.
طيب يعني أيضا عنصر الاستدامة في كل تلك المشاريع وفي هذه المنطقة السستينابيليتي أيضا البعد ده أخباره إيه؟ الاستدامة ده طبعا ده شيء مطلوب جدا حتى في الدعم اللوجستي لأي مشروع. النهاردة أنا ببقى في أي مشروع إن أنا أحافظ عليه يبقى هناك تطوير كبير جدا، وإحنا شايفين اهتمام الدولة واستدامتها، وده رأيناه في تطوير جنوب سيناء كلها عامة. أنا النهاردة لما ألاقي الخطة الاستراتيجية الوطنية لأهمية هذا المقصد السياحي العالمي لتطويره، ده بيدي طابع للسائح إن دايما في جديد، دايما مصر بتشتغل على خريطة جديدة لاستجلاب السياح كل عام والزيادة في أعداد السياح القادمين إلى مصر بإذن الله. طيب أيضا مراعاة شروط اليونسكو من أجل يعني مزيد من الاستثمار التراثي، ما هي المجهودات في هذا الصدد؟ طبعا تم اختيار مدينة سانت كاترين في 2002 وكمان اختيار على المعيار الأول والثالث والرابع والسادس لهذا المعيار بناء على معتقدات وشخصيات ملموسة تاريخية في هذه المدينة، وكمان ان مبني على المكان الروحاني الأثري التاريخي البيئي لمجمع الثلاث الأديان السابقة. طيب أيضا السياحة بقى الاستشفائية في هذه المنطقة هو ترند عالمي، دخلنا في ترند السياحة الاستشفائية. طبعا هناك مجمع سياحي استشفائي الدولة دايما بتسعى عليه، لأن احنا شايفين العالم كله بيذهب لبعض البلاد، ولكن أنا عندي في مصر فيها من الأراضي والبيئة الاستشفائية لهذا المكان الروحاني اللي بيساعد على وبيعالج الأمراض الروماتيزم والمفاصل وكمان العين. فهذا المكان من خلاله بيساعد على أهمية هذا الاستشفاء العالمي اللي موجود في هذه المدينة. إيه اللي ناقصنا في هذه المنطقة لتكون أكثر عالمية؟ طبعا أنا بقول وبوجه رسالة دائما أن دايما إحنا كمهنيين وبنعمل في القطاع السياحي لازم نظهر سياحة بلدنا، لازم نعمل على الترويج لسياحة بلدنا، ولذلك إحنا كنقابة أطلقنا عدة مبادرات منها مبادرة مصر التي نتمناها سياحيا، السياحة البينية والتقارب بين الشعوب العربية والإفريقية، أجمل صورة في بلدنا، أنا إزاي أروج عن سياحة بلدي، وده شفناه طبعا من خلال الخطة الوطنية الاستراتيجية، وشفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيروج عن نقل المومياوات وعن طريق الكباش. فأنا النهاردة هذه المدينة مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم احنا بإذن الله كمهنيين في القطاع السياحي بنروج عنه في المنصات الرقمية. طيب أخذك بقى على الجانب السياحي في هذا الموضوع ودور اتحاد الغرف السياحية في ترويج السياحة بقى كمان الداخلية تحديدا في هذا المجال. طبعا دور اتحاد الغرف السياحية ده المطبخ اللي بيجمع بين شركات السياحة والفنادق وجميع المنشآت الفندقية والسياحية، فدوره كبير جدا ان هو بيروج عبر الوكلاء الخارجيين في الدول الأوروبية داخلين الاول محليين داخل الشركات. طبعا احنا شغالين يعني احنا انا مثلا بشتغل في شركة سياحة، كل الشركات برامجها متوافقة مع التنشيط السياحة الداخلية من خلال مدينة شرم الشيخ وسانت كاترين ان ازاي يكون في ترويج واستهداف لهذه المدينة من خلال اتحاد الغرف وشركات السياحة. يعني هو واضح ان المشروع مركزين اكتر على السياحة الخارجية، هو عشان الترويج العالمي وعشان كمان المشروع عالمي يعني. واستهداف كمان السياحة المستجلبة، لان حضرتك عارف ان حصة مصر كان في ونصيبها في السياحة العالمية 1.2 وعشان الديانات الثلاثة. طيب فيما يخص السياحة بقى الخارجية، ما هي المجهودات الجديدة؟ ما هو المتوقع عدد السياح الذين يعني يجب ان نصل اليهم بعد كل هذه البنية التحتية والرؤية والخطة
والتنفيذ المتكامل أيضا. طبعا احنا لو اشتغلنا على معدلات 2023 كانت مصر استهدفت 15 مليون سائح، خطة الدولة في 2024 استهداف 18 مليون سائح، 2028 بتكلم على المنطقة دي بس. هذه المنطقة استهدافها أكثر من 2 مليون سائح في لهذه المدينة. أنا النهاردة لو اتكلمت وروقت عنها في الدول الأوروبية والدول العربية كمان، لو إن إزاي أنا أروج عنها عبر برامج السياحية ومن خلال الجاليات المصرية والمتواجدة في الدول الأوروبية والعربية، هلاقي فيه تواجد كبير جدا عشان المنطقة بتحظى بالأديان السماوية الثلاثة. طيب لازلنا مستمرين في هذه الحلقة حول التجلي الأعظم، هذا المشروع العالمي الكوني المتاح لكل العشاق والمحبين برؤية إنسانية مصرية جديدة. نتواصل بعد هذا التقرير. يعد قطاع السياحة من أبرز قطاعات الدولة الشاهدة على العديد من النجاحات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث وضعت الدولة نصب أعينها للاهتمام بهذا القطاع الحيوي المهم الذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وكأحد مصادر الدولة للنقد الأجنبي. فعلى مدار 10 سنوات يشهد القطاع طفرة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، من تدريب العاملين وتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها فضلا عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم. كما تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة وإرث حضاري فريد، حيث سخرت كل الإمكانيات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على الانطباع العالمي للسياحة المصرية التي لاقت إشادات دولية واسعة وفي مقدمتها البنك الدولي الذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري. هذه مصر الجميلة، ماذا عن السياحة بشكل عام في 2024 ورؤية مستقبلية؟ أين تذهب السياحة المصرية؟ طبعا احنا عندنا نوع جديد من أنواع السياحة هي سياحة اليخوت. مصر بإذن الله هنستقبل إن شاء الله 18 مليون سائح وفقا للمشروعات التنموية السياحية اللي بيشهدها هذا القطاع بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندنا ترقب وافتتاح المتحف المصري الكبير، ترقب وافتتاح مشروع التجلي أعظم. دايما من قول العالم كله مصر على الخريطة السياحية. طيب يعني سياحة بشكل متنوع، مصر تدخل على سياحة الأغنياء أيضا، هناك تنوع، سياحة تراثية روحية دينية، سياحة شفائية، سياحة شبابية، لكن أيضا سياحة الأغنياء شريحة جديدة خاصة بسياحة اليخوت. بدأت ولا هتبدأ لسه؟ لا هي بدأت، هي السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر منصة رقمية لسياحة اليخوت اللي هي سياحة الصفوة. النهاردة أي سائح غني بياخد المارينا، لأن ده حضرتك مصر بتمتلك على البحرين 3000 كيلو. أنا النهاردة لما ألاقي الدولة بتهتم بكل سائح ساري بيحط المارينا بتاعته ويستقبل المكان بتاعه وكمان بيستجم بهذا المكان الجميل ده الدولة على الخريطة. شروط إيه بقى اللي هيدخل رقميا عشان يحصل على هذا اليخت؟
ان هو بعيدا عن اي مشاكل، هو بيقدم قبل ما يجي مصر، بيخش على المنصه الرقميه، بيحط صوره الجواز، بيحط الاستهداف لهذا المكان، هيقعد قد ايه، هيدفع قد ايه بالدولار عشان يقيم فتره ويستجم بسياحه اليخوت على هذا المكان. في اي مناطق موجوده؟ طبعا في الغردقه، وفي كمان مرسى علم، وفي يعني اماكن كثيره. هل موجوده في الساحل الشمالي ايضا؟ موجوده في مرسى علم حضرتك، وفي كمان في الغردقه ومطروح، في اماكن سياحيه لاستقبال سياحه الصفوه كمان او سياحه الاسرياء. دي هذه هي النقطه الاحدث والاهم بالنسبه لسياحه الاغنياء، وليها دخل كبير جدا كمان. يعني دي اصلا حضرتك ليها انفاق عالي جدا في كشوف الخدمات وفي معدلات زياده الانفاق. انت تحب ان توجه رساله سياحيه الى المواطن في كل مكان، او الى احبائنا واصدقائنا من عشاق مصر ايا كانت ديانتهم او جنسياتهم حول العالم؟ طبعا انا احب اقدم رساله بقول لكل مواطن وشعب مصر الجميل، وكل اي حد بيسمعنا اقول له انتمائك للعمل حب للوطن. كل بلاد الدنيا جميله، ولكن اجمل من وطني لا مصر بلدنا، مصر الوطن، تحيا مصر. ده يعني انت كده دخلت في الاغاني الوطنيه كمان. جميل جميل. طيب انت شخصيا بتحب تروح تسيح فين في مصر؟ انا بصراحه بحب اروح الاماكن الثقافيه، وازاي اشوف ملوك وملكات العالم ازاي حكموا مصر، وازاي عاشوا على هذه الارض، وكان عندهم حب وغرس وطنيه لبلدنا. طيب تحيا مصر هو اجمل ما ذكرته وما قلته، واعتقد ان احنا استمتعنا بوجبه سياحيه جميله واحنا صائمين، والتجلي الاعظم على الصيام له مذاق خاص واريحيه خاصه وقدسيه خاصه ايضا. شكرا جزيلا الاستاذ فاروق حسني، امين عام نقابه السياحيين المصريين، على هذا الجمال وهذا الحب وهذه التوضيحات. نورتني. شكرا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا ملفات كالعاده، ملفات تهم الراي العام المصري والعالمي ايضا في تشبيك واحد او في جسر واحد. التجلي الاعظم شيء رائع بجد، ودعوه الى الذهاب الى سيناء سواء في السياحه الداخليه او في السياحه العالميه. ودائما عاشت مصر وتحيا مصر وكل عشاق مصر. الى اللقاء.